مشاهدينا الأعزاء تحياتنا لكم، عدنا لكم ومستمرين معاكم ببرنامج جوك عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بموقع طقس العرب. يعني الآن بدنا نحكي عن استعدادات إخواننا في أمانة عمان، الله يعطيهم ألف عافية. وهاي الاستعدادات اللي دائما منشوفهم وبعلنوا يعني حالة الطوارئ من الدرجات المتعددة استقبالا للمنخفضات الجوية، وبالأخص أيضا حالات عدم الاستقرار الجوي اللي بتتميز بوجود السيول. الآن معنا على الهواء مباشرة دكتور ناصر الرحام الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان. دكتور ناصر الله يسعد صباحك. صباح الخير أسامة، والله يعطيك العافية. الله يسعدك، يعني أنا مبسوط أنه مبارح أنت كنت معي بالاستوديو بالإذاعة واليوم معي عبر طقس العرب على الهواء مباشرة، فيعني محظوظ جدا أنا حبيبي دكتور. هذا حظنا حلو معك. الله يسعدك. الله يسعدك، تسلم. سيدي بدنا نحكي أكثر، نحن بنعرف دكتور وصار عندنا خبرة مع حالات عدم الاستقرار الجوي بأنه حالات عدم الاستقرار الجوي تتميز بغزارة الأمطار، تتميز بعشوائية الهطول، فبدنا نعرف عن استعدادات أمانة عمان لحالة عدم الاستقرار الجوي القادمة على مملكتنا خلال اليومين القادمين. سيدي تفضل. شكرا أسامة. إحنا في أمانة عمان الكبرى يعني بتعرف تعتمد على المواقع والنشرات الجوية، بناء عليه بنحدد حالة الطوارئ اللي راح تكون خلال المنخفض الجوي، إما خفيفة أو متوسطة أو قصوى المياه أو قصوى كاملة اللي تشمل المياه والثلوج. أكثر شيء يعني إحنا بقلقنا من النشرات الجوية هو حالة عدم الاستقرار، لأن هاي الكلمتين يعني بيسببوا كثير حرص مثلا أمانة عمان الكبرى. صحيح. المعلنة تكون في الميدان، الفرق الآلية الفرق الراجلة تكون في الميدان بالقرب من الأنفاق والجسور والتقاطعات والشوارع الرئيسية لاختصار الزمان والمكان. نعمل على شفتين في هاي الأيام، كل شفت 12 ساعة بواقع 3000 ما بين مهندس وعامل وإداري وفني في مختلف التخصصات ومختلف المهن، حتى نقوم بواجبنا على أكمل وجه. نعم. تجاه المدينة وتجاه أهلنا في عمان، حتى أيضا نكون قريبين في هذه الميادين والأنفاق والجسور، حتى يكون في هناك تغذية راجعة لمعالجة أي ملاحظة أو شكوى سواء من فرق أمانة عمان الكبرى. نعم. أو من إخواننا المواطنين عبر الاتصال الهاتفي أو عبر الوسائل المعروفة في أمانة عمان الكبرى من مواقع وغيرها. نعم دكتور، بدنا نحكي يعني بسؤالنا الأخير، نصائحكم للإخوة المواطنين للتعامل يعني مع هاي الظروف الجوية والتعامل مع الطرق بالعاصمة الأردنية عمان، شو منحب نوجه رسالة للإخوان المواطنين؟ أشكرك سيدي، يعني إحنا إخواننا المواطنين وخاصة التجار على تشاركية وعلى علاقة كبيرة جدا معهم وخاصة في وسط البلد. نعم. يعني هناك المسجات الاس ام اس، وايضا احنا بالنسبه لتجار وسط البلد. نعم. يعني صارت العلاقه اكثر من علاقه تشاركيه، بالعكس احنا بنيجي عندهم بنحضرهم نعطيهم النشرات الجويه على اساس يتعاملوا معها، ياخذوا احتياطاتهم بالنسبه للبضائع خاصه للمستودعات والمحلات اللي اسفل منسوب الشارع، هيكون محتاط اخواننا التجار واصحاب المحلات لمثل هذه الحالات، ننصحهم بذلك دائما، بالعكس بنساعدهم واحنا جاهزين لاي مساعده تطلب منا. اخواننا المواطنين الابتعاد عن مجاري السيول والاوديه والاماكن المنخفضه، ايضا السيارات اذا كان في تجمعات. نعم. مياه كبيره ما ندخل بسياراتنا في هاي المياه. بالنسبه للتدفئه يعني اخواننا في الامن العام في الدفاع المدني مش مقصرين في مثل هاي الرسائل التوعويه. أكيد. لكن احنا بناكد كمان على تثبيت الاجسام اللي ممكن تتطاير من على الاسطح حفاظا على السلامه العامه والممتلكات.
نعم دكتور، بدنا نشكر وجودك معنا، الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله يا رب هاي الأمطار بتكون أمطار خير علينا ولنا لقاءات قادمة معك على الهواء مباشرة. إذن مشاهدينا الأعزاء، كان معنا الدكتور ناصر الرحامنة الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان، يحكينا أكثر عن استعدادات أمانة عمان، وكما يعني سمعنا أكثر من 3000 شخص مستعدين لاستقبال حالة عدم استقرار الجوية اللي راح تأثر علينا، وأيضا يعني استعدادات لآليات أمانة عمان اللي موجودة ومتوزعة بأماكن عديدة من العاصمة عمان. إن شاء الله الله يجيب اللي فيه الخير. وأنا اللي بتمناه شخصيا أنه أيضا مشاريع أمانة عمان بموضوع إنشاء العبارات الصندوقية بمناطق السابع وسط البلد أنه كمان تثمر خير وما نشوف هاي الأماكن تغرق مرة ثانية إن شاء الله.